السادات السلام عليكم ورحمة الله. عرض أحداث اليوم من تلفزيون السودان، معكم فيه منتصر الأمين دفع الله، وهذه هي أبرز الطوارئ الإيطالية ودعمها للقطاع الصحي. كباشي يعود للبلاد بعد الزيارة الرسمية لدولة جنوب السودان. وزير العدل يشيد ويتفقد متحرك أسود العرين بجبل سركام. من العناوين إلى التفاصيل أهلا بكم. أشاد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار إير بجهود منظمة الطوارئ الإيطالية ومساندتها ودعمها للقطاع الصحي وتقديم الخدمات والرعاية الطبية للمرضى في السودان. وتعهد عقار لدى لقاء بيبور سودان السيدة روزلا ميشو رئيس منظمة الطوارئ الإيطالية بتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل المنظمات في ظل الظروف الراهنة، لا سيما في مراكز القلب ومستشفيات الأطفال. ومن جانبها قدمت السيدة روزلا تنويرا لنائب رئيس مجلس السيادة حول عمل المنظمة والأنشطة التي تقوم بها في مجال الطوارئ الصحية في السودان، مشيرة إلى أن مركز السلام لجراحة القلب ما زال يعمل بالخرطوم رغم الحرب والحصار، لافتة إلى أهمية إعادة فتح مركز الأطفال التابع للمنظمة في نيالا. وقالت روزلا إن المنظمة تتطلع إلى دعم الحكومة السودانية بما يمكنها من مواجهة التحديات التي تواجهها، خاصة فيما يلي مشكلات الكهرباء واستخراج الفيزا لأطقم العمل. عاد عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام للقوات المسلحة فريق أول ركن شمس الدين كباشي إلى البلاد بعد زيارة رسمية لدولة جنوب السودان استغرقت 4 أيام، أجرى خلالها مباحثات مع المسؤولين في دولة جنوب السودان، وفي مقدمتهم رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفا كير ميارديت والنائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان وقائد الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، حيث ناقشت الزيارة العديد من الملفات الحيوية. وكان في استقباله بمطار بور سودان عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة فريق أول ياسر العطا والأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق محمد الغالي والسيد محمد الأمين ترك ناظر عموم الهدندوة رئيس المجلس الأعلى للنظرات البيجا والعموديات المستقلة. قام وزير العدل معاوية عثمان محمد خير بزيارة تفقدية لمتحرك أسود العرين بسركاب. وأشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي ظلت تقدمها قوات جهاز المخابرات العامة بكافة مسارح العمليات، مثمنا الأدوار البطولية لأبطال المخابرات العامة في معركة الكرامة. من جانبه أكد العميد حافظ يوسف أن قوات جهاز المخابرات مع القوات النظامية عازمون على حسم التمرد في كافة مسارح العمليات. تلقى وزير العدل معاوية عثمان محمد خير تنويرا من والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة عن الأوضاع العامة بالولاية ضمن برنامج زيارته للولاية. عقب زيارة لولاية الخرطوم، وزير العدل مولانا دكتور عثمان خالد محمد خير استمع لتنوير على الأوضاع العامة بولاية الخرطوم من خلال الاجتماع المشترك مع لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم برئاسة الأستاذ أحمد عثمان حمزة والي الولاية، حيث قال الوزير إن ما بذلته القوات المسلحة والقوات المساندة لها وحكومة الولاية أدى إلى استقرار الأحوال وعودة الحياة إلى طبيعتها، وكد استعداد وزارته للمساهمة في استكمال المؤسسات. وفي سياق تعليقه على تأخر قانون جهاز المخابرات العامة قال إن تعديلات قانون الجهاز يجري على قدم وساق، وسنعمل على إصدار قانون لتنظيم المقاومة الشعبية. الانتهاكات الحصلة دي ما حصلت بكده، ما شفناها في السودان في أي يوم من الأيام. أعينونا جميعا في أن نرد هذا العدوان
نحن بالعدل وبالقانون ان شاء الله تورونا ترصدوا لنا الانتهاكات دي كلها، يعني الضرب والتجريح والاذى والتهجير القسري، يعني تخرجوكم من البيوت من غير يشيلوا ممتلكاتكم وكل الاشياء دي، ودي كل الاشياء اللي ودنا نعرفها وعندنا لجان بتجيكم ان شاء الله. نرجو ان تكونوا سند وعدد ليها، ونحن والله معكم غلبا وغالبا باذن الله سبحانه وتعالى. وأكد وائل الخرطوم حرصه على اكتمال عمل المنظومة العدلية، وهناك ازدياد مضطرد في عدد النيابات بالولاية، لافتا إلى بدء العمل في صيانة وتأمين السجون، خاصة أن الحرب أفرزت أوضاعا جديدة، فظهرت جرائم متطورة متعلقة بنشاط الخلايا النائمة ومعتادي الإجرام وأصحاب السوابق والمحكومين لفترات طويلة، لذلك أصبح من الضروري إعلان حالة الطوارئ بالولاية. يكون بيننا ضيف كريم سيد وزير العدل مولانا معاوية، وجاء في زيارة تفقدية لولاية الخرطوم يقيف على أحوال الناس خلال هذه الحرب. نسأل الله النصر العاجل لقواتنا المسلحة، ربنا ينصرهم، ونترحم على الشهداء، وربنا يشفي الجرحى، وربنا إن شاء الله يفك الحصار من المحاصرين. يعني تمت زيارة عدة من الوالي وتشريف لنا، حتى درجة التنظيم لو لاحظت حاليا نحن أوضعنا بروح الإنسانية اللي كانت واقفة معنا يعني متواجدين. هذا وقد استمع الوزير إلى إفادات من مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم الأستاذ صديق حسن فريني حول الدعم والخدمات التي تقدمها الولاية للمراكز وحجم التعديات التي تعرض لها والحصار الذي فرضته عليهم الميليشيا المتمردة. لتلفزيون السودان، عبد العال سليمان عبد الرحمن حسن، الخرطوم. انعقد بمكتب وزير الصحة الاتحادي بورسودان اجتماع مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف الوقوف على الوضع البيئي في السودان جراء الحرب وتقييمه، وكذلك التدخلات الواجب تنفيذها مع مصاحبة العودة الآمنة للخرطوم ولبقية الولايات كذلك. وقال وزير الصحة الاتحادي المكلف الدكتور هيثم محمد إبراهيم عقب الاجتماع إن المجلس الأعلى للبيئة استعرض الآثار البيئية المترتبة على الحرب التي شنتها قوات الدعم السريع المتمردة، وكذلك تأثيراتها على النظام البيئي بصورة كلية على قطاعات الغابات والإنسان وكذلك الحيوان والمياه. على المكلف الدكتور هيثم محمد إبراهيم أهمية إشراك كافة القطاعات ذات الصلة وصولا لمقترح متوافق عليه قبل رفعه للبنك الدولي في موعده المحدد. لافت بالتعاون مع القطاعات المختصة، ونوه الوزير في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل لإعداد مقترح للحصول على منحة البنك الدولي للأوبئة ببورسودان للجهود تضاف إلى الجهود المبذولة وصولا للحصول على المنحة وما بعدها. من جانبه أشاد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالسودان الدكتور شلبي بمجهودات وزارة الصحة الاتحادية، خاصة أن السودان يمر بظروف صعبة ملتزما بتقديم البرنامج ده في غاية الأهمية في ظل وضع الناس بتفتش للسودان للصحة في السودان لأي قريش أو أي دولار أو أي جنيه عشان نستفيد منه. احنا في ظل وضع الحرب، وضع فيه هشاشة مش هشاشة صعوبات اقتصادية كبيرة جدا، وضع فيه احتياجات الصحة متعددة واحتياجاتها كبيرة جدا. الوضع ده معناها نحن اي opportunity نلقى لنا تمويل ولا نلقى لنا دعم المفروض نعيد عليها بالنواجذ ونكون حارسين عليها جدا يعني. وده بيخليني اتكلم، ده بيدخلني لأهمية الحرص الكبير والتركيز في انه المرة دي نحن كتابة التصور حقنا والمقترح حقنا فعلا تجت ابروفد ونجيب دعم للانسان السوداني. يعني الهدف من هذا المشروع مش هو بس الوان هيلث كمشروع، ولكن هو الصحة العالمية بشراكة مع وزارة الصحة انه يتم
to link هذا البروغرام، يعني ربط هذا البرنامج مع البرامج الموجودة لبناء القدرات وبناء السيستم ككل، المنظومة الصحية ككل، ولا ننظر إليه كبرنامج عمودي. بحضور وزير الداخلية اللواء شرطة معاش خليل باشا سيرين والوفد المرافق له، انعقد اجتماع لجنة أمن الولاية الشمالية بدنقلة. وأكد والي الولاية عابدين عوض الله إن الولاية تنعم بالأمن والاستقرار، وذلك بجهود وتعاون الأجهزة النظامية والعدلية والمقاومة الشعبية والمستنفرين. زيارة وزير الداخلية للولاية الشمالية تجيء في إطار الزيارات الميدانية لوزارة الداخلية للولايات، حيث اطمأن حال الأحوال الأمنية بالولاية والجهود التي تبذلها لجنة الأمن لاستذباب الأحوال الأمنية والاستقرار، كما تفقد عددا من المرافق والمؤسسات التابعة للشرطة بجانب زيارة جرحى ومصاب العمليات بمستشفى دنقل العسكري. هذه الولاية تنعم بالهدوء والأمن التام فيما يتعلق بأمنها العام، فيما يتعلق بالحرب، بالإضافة إلى الاحتياجات والخدمات الضرورية فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، بالإضافة للخدمات في الكهرباء والمياه. نادا للقوات المسلحة مجددا دعم جهود حكومة الولاية وخططها في حفظ الأمن وتجويد وتحسين الأداء الشرطي بالولاية. وتضافر وتضامن المجموعات الشعبية المستنفرين والمقاومة الشعبية وكل أجهزة الدولة، الأجهزة العدلية والإدارية، هناك يعني تضامن وتضافر وتنسيق تام لكل هذه الأجهزة، فبفضل هذه الجهود وهذا التنسيق المتميز يمكن يعني تم استقبال الأمن في هذه الولاية. حكومة الولاية الشمالية أكدت أن الولاية تنعم بالأمن والاستقرار بفضل جهود وتعاون وتنسيق الأجهزة النظامية والعدلية والمقاومة الشعبية والمستنفرين، مشيدة بدعم وزارة الداخلية لمجهودات الولاية في بسط الأمن والاستقرار وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل المعابر والتهريب. أيضا كذلك كان نقاشنا حول هموم الولاية خاصة في المعابر ووضعها، وكذلك الوضع مع قنصلية جمهورية مصر العربية وكثير من الإشكالات. سمعنا من خلال تطميناته بحمد الله سبحانه وتعالى على اهتمام بالوضع في الولاية الشمالية والمهتم التام بتفاصيل الولاية الشمالية، وخاصة فيما يتعلق بحرائق النخيل، فيما يتعلق بدعم الكبير والسخي القدم لقوات الشرطة بحمد الله سبحانه وتعالى لاهتمام بمكافحة التهريب في الولاية، سواء كان سلاح أو تجارة بشر أو تهريب أي أنواع أخرى. كذلك يمكن سمعنا الكلام طيب جدا جدا عن اهتمام بالمبعدين والأجانب والمعابر. زيارة وزير الداخلية للولاية الشمالية حملت في طياتها الكثير من البشريات والإيجابيات، لا سيما في ظل هذه الظروف. ناجي فاروق لتلفزيون السودان، الولاية الشمالية. أشاد وزير الحكم الاتحادي مهندس محمد كردوكيل صالح بالمواقف الداعمة لأهل شرق السودان للقوات المسلحة في معركة الكرامة. جاء ذلك لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمبادرة أبناء البجا بالخدمة العامة لتعزيز السلم الاجتماعي. مبادرة أبناء البجا بالخدمة العامة لتعزيز السلم المجتمعي بشرق السودان شهدت مشاركة كبيرة من أعلى مستويات الدولة والنظار والعمد والمشايخ وقيادات الإدارات الأهلية. أن أسمي الدور مفوضية السلام حقيقة يعني لتبنيها هذه المبادرات، ونتمنى أن تواصل في مثل هذه الأعمال الجيدة. النسيج الاجتماعي في ولايات الشرق الثلاث، احنا حقيقة نهيب بالإخوة في المبادرة على أن يدرسوا هذه المبادرة ويمحصوها تمحيصا دقيقا لكي نصل جميعا في نهاية هذه الورشة إلى توصيات قابلة للتنفيذ، وإن شاء الله تتوج كل هذه الأنشطة
بقيام 3 مؤتمرات في الولايات الثلاثة، في ولاية كسلة وولاية القطارف وولاية البحر الأحمر، والتي سوف تختتم بمؤتمر عام لكل أهل شرق السودان، فستكون إن شاء الله المدخل الصحيح والحقيقي لمعالجة قضايا شرق السودان التنموية والاجتماعية والسياسية. ورشة التعويضات وجبر الأضرار وورشة الحكم والإدارة ركيزتان أساسيتان لمحور النقاش والحوار حول قضايا شرق السودان وكيفية تعزيز السلم المجتمعي ووحدة الصف ونبذ أسباب الفرقة والشتات من أجل وطن تسوده قيم السلام والأمن والاستقرار. ذلك ما قدرت لشرق السودان. الآن نحن كأهل شرق السودان الآن حققنا سلام. انتوا ذاتكم نريحكم بدل ما تمشوا سفارات ولا تتعبوا ولا تحوموا، تعالوا هنا نعمل الخيمة دي ذاتها. وعشان ناس الدعم السريع لا يموت ولا يقتل عشان الديمقراطية حنحققها نحن. ولا يوجد الاستجابة منها. نحن نقول لكم في الشرق كإدارة أهلية ليس لنا أي خلاف في ماء أو أرض أو شغل اجتماعي أو عرض، ولكن ما جرى في هذا الأمر هو سياسة، وابتعدنا من السياسة التي أخذت أهلها الذي كانوا يفتنون الفتنة اللي أخذت بالسودان بأكمله. مبادرة أبناء البجاب الخدمة العامة لتعزيز السلم المجتمعي بشرق السودان وجدت الدعم والمساندة من والي البحر الأحمر اللواء الركن معاش مصطفى محمد نور، الذي وقف من خلال مشاركته في المبادرة على موقع كهرباء منطقة أركويت للإطمئنان على سير العمل والجهود الحثيثة لافتتاح كهرباء أركويت. محمد عبد الرحمن، تلفزيون السودان، ولاية البحر الأحمر. إلى ذلك أكد عدد من العمد والمشائخ والإدارات الأهلية بشرق السودان إلى أن السودان يؤتى من البوابة الشرقية مجددين دعمهم وإسنادهم للقوات المسلحة في معركة الكرامة. هنا نحن أبناء البجا بالخدمة المدنية، هنا لابد أن نقول كلمتنا ونكون متوحدين. كل قبائل شرق السودان وكل مكونات شرق السودان سنكون يدا واحدة، ومن هنا نؤكد لكم نحن أبناءكم في المبادرة. من قيام هذه المبادرة في الفترة الفاتت يمكن 6 شهور نشكر جزيل الشكر إخوتنا النظار والغادة الموجودين في الولايات الشرقية من المثقفين لإنجاح هذه المبادرة. هذا الإقليم بثباته ووقوف غادته من القوات المسلحة ونظاره وأعيانه وشبابه الآن يقيم الدولة السودانية التي أدت هذا اللقاء وهذا الاحتفال الكبير البهيج. نتمنى أن تكون مخرجاته على أرض الواقع، وأن يكون هناك تغيير في السلم المجتمعي وفي نفوذ وبين الدغائن التي كانت في السابق. قام البروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيارة تفقدية لعدد من مراكز المتابعة التي افتتحها عدد من الجامعات بمدينة بورسودان. شملت مراكز جامعات السودان العلوم والتكنولوجيا والبطانة والنيلين وابن سينا، بالإضافة إلى مراكز التوثيق التابع للإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بالوزارة بكلية دراسات البيجا بجامعة البحر الأحمر. ووجه الوزير منصوب للمراكز بتذليل وحل كافة الإشكالات التي تواجه طالب الخدمة من الطلاب وأسرهم وتقدير الظروف التي يعاني منها الجميع. جدير بالذكر أن عددا من المؤسسات الخاصة بالتعليم العالي الحكومية والخاصة قامت بفتح مراكز لها بعدد من الولايات الآمنة وكذلك خارج السودان، تسهيلا لطالبي خدمة استخراج الشهادات الجامعية. تابع
تابعت وزارة الخارجية خلال الأيام الماضية كتابات وتعليقات لكتاب أعمدة وناشطين سودانيين في الوسائط الاجتماعية تتناول العلاقات السودانية السعودية بما لا يعبر عن حقيقة موقف الحكومة والشعب السوداني تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، وحرصها على صيانة هذه العلاقات الودية والاستراتيجية الضاربة في التاريخ من كل ما يعكر صفوها. في هذا الخصوص ترفض وزارة الخارجية ما ورد في الوسائط الاجتماعية من إساءات بالغة للقيادة السعودية ولغة لا تشبه ما عرف به الشعب السوداني من تهذيب واحترام لأشقائه، خاصة أصحاب السمو والفخامة والمعالي ملوك وأمراء وقيادات الدول الشقيقة. وتكتسي العلاقات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بخصوصية متميزة بحكم ما يربط البلدين والشعبين من أواصر الدين واللغة والجوار والمصير المشترك والمصالح المتبادلة. وبالنظر إلى أن المملكة العربية السعودية هي سادنة الحرمين الشريفين، تناشد الوزراء أو تناشد الوزارة كتاب الرأي والمعلقين وكذلك ناشطي الوسائط الاجتماعية الابتعاد عن كل ما يسيء للعلاقات بين البلدين الشقيقين ولرموز وقيادة المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة. أهلا بكم. زار وفد رفيع من القوات المسلحة والمؤسسة التعاونية العسكرية عدد من أسر الأقباط بمدينة أم درمان وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفصح. وقال ممثل المؤسسة العسكرية التعاونية إن الأقباط جزء من النسيج الاجتماعي للسودان. من جانبه تقدم الأقباط بالشكر لمؤسسة التعاونية العسكرية والمؤسسة السودانية للقوات المسلحة بهذه المناسبة، مؤكدين دعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة. إنه نقوم بزيارة أخواننا في الأقباط هنا بحي المسالمة، ونحيي جهود كبيرة وصمود صعد كل ما تعرضوا له من مصائب وأهوال في الفترة السابقة، وجينا نهنيهم بالعيد ونمسي شيء بسيط من القوات المسلحة ممثلة في المؤسسة التعاونية. جيناهم نشاركهم نوضح مدى التسامح ومدى الأخوة ومدى الروابط في السودان عامة. يعني أخوان الأقباط هو جزء من النسيج الاجتماعي الخاص بالسودان أجمعه، قدموا للسودان ده في كل المناحي وكل سواء كان اجتماعيا أو ثقافيا أو فكريا، وجينا الليلة نهنيهم ونقول لهم يا أخي إن شاء الله السنة الجاية تكونوا تامين وسالمين. من المنبر ده نحن بنقول يعني إنه الناس يعني كلها تعود وتشوف بيوتها، والحمد لله كل الأمور وكل الأوضاع ماشية بصورة طيبة جدا جدا، ونتمنى إنه المرة الجاية لما نجي نلقى الجيران كلهم اكتملوا. حس شايف في ناس برضو بيجوا كده والعودة بقت يعني ما شاء الله. يعني نحن صفتنا ممثلين للمدير العام للمؤسسة التعاونية، إن شاء الله بنكون حضور في كل المناسبات في كل. دشنت منطقة أم درمان العسكرية وسلاح المهندسين العمل بالطرق الرابطة لمنطقة أم درمان، خاصة بعد اتساع رقعة المناطق الآمنة، وحظيت عمليات الصيانة بمتابعة وإشراف من قبل قائد منطقة أم درمان العسكرية لواء ركن أبو بكر عيسى النور. وتمثل صيانة الطرق إنجازا يعكس استتباب الأمن وزيادة رقعته في منطقة أم درمان. غير برنامج تدشين العمل في الطرق الرابطة لمنطقة أم درمان، دشان قائد منطقة أم درمان العسكرية اللواء ركن أبو بكر عيسى النور وبحضور قائد ثاني منطقة أم درمان العسكرية العميد الركن صبري أحمد علي وقائد القطاع الغربي ورؤساء الشعب، ولإنجاز مهام أعمال الصيانة للطرق دشان الصيانة وتدشينها لتواصل في العمل للقيام بهذا العمل الكبير. واضح للأعيان خاصة العمليات الجارية والمفروض البزروه والضباط 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 صف. وتأتي هذه الخطوة لاهتمام منطقة أم درمان العسكرية بواجبها تجاه الإعمار للبنات التحتية التي دمرتها الميليشيا المتمردة وتهيئة المنطقة تمهيدا لعودة المواطنين. آه
بحمد الله وتوفيقه تمت صيانة الآليات اللي كانت شغالة في المجهود الهندسي لمنطقة نورمان العسكرية، والحمد لله الطبيب هذا المنطقة زار الآليات ودشنا، وإن شاء الله نستمر في نفس مجهود الزمان ومطورين للأفضل بإذن الله تعالى، وكله من فضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الرجال اللي كانوا شغالين خلف الشغل ده كله. إزالة الظواهر السالبة والصيانة للطرق والنظافة مجهود تتضافر فيه كل المجهودات الرسمية والشعبية من أجل إعمار ما دمرته الحرب التي قصد منها تدمير البنيات التحتية، وتظل القوات المسلحة بسواعدها تبني وتعمر وتحمل السلاح. لتلفزيون السودان عبد العال سليمان عبد الرحمن حسن الخرطوم. نبقى في ولاية الخرطوم، حيث تفقد والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة مصابي معركة الكرامة من ضباط وجنود الشرطة بالولاية بمستشفيات النو والمستشفى العسكري. يرافقه الفريق شرطة دكتور إبراهيم أحمد شمين مساعد القائد العام لقوات الشرطة بولاية الخرطوم. أشار الوالي إلى أن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ظلت تقدم الغالي والنفيس من أجل كرامة الوطن. من جانبه أشاد الفريق شمين بالعناية التي وجدتها قوات الشرطة بكل مستشفيات الولاية خلال الفترة السابقة، متمنيا الشفاء العاجل لكل مصابي معركة الكرامة. وفي الخرطوم أيضا تسلم والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة الدعم الذي قدمته جمعية الهلال الأحمر بولاية الخرطوم لوزارة الصحة بالولاية. وأشاد الوالي بجهود جمعية الهلال الأحمر بالولاية في ظل مجال العمل الطوعي والإنساني وتقديم المساعدات للمواطنين، مبينا أنها ظلت تشكل حضورا دائما في اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالولاية وإدارة الأزمة بالولاية أيضا. وقال أحمد عبد الرحمن سيموزا رئيس جمعية الهلال الأحمر بالولاية إن الدعم عبارة عن عقاقير طبية ودربات وأدوية أخرى وصلت من رئاسة الهلال الأحمر السوداني. كنا القائمين على أمر وترتيب هذه الغافلة، ومعلوم إنه نحن نعيش في تداعيات الحرب، وواحدة من المطلوبات المرحلة هو تلمس احتياجات الناس خاصة بما يتعلق بالعلاج. هذه الغافلة تشتمل على أدوية إن شاء الله يعني تكون ضرورية لمعالجة بعض الحالات في المستشفيات. إن شاء الله تتوالى الدعومات لهذه الولاية، ونتمنى أنه نكون عند حسن ظن الجميع بهذه المناسبة العظيمة، ونحن نحيي كل متطوعينا على امتداد السودان وخص ولاية الخرطوم لمجهوداتنا الكبيرة اللي قاموا بها خلال هذا العام، وهذا الاحتفال بمثابة دفع جديدة لعمل جمعية الهلال الأحمر السوداني. اليوم كنا في استقبال الأدوية مع مساهمة من إدارة الطوارئ ومكتب الهلال الأحمر ولاية الخرطوم في ولاية الخرطوم، وعدونا بمزيد من الدعومات الدوائية إن شاء الله. نبقى في ولاية الخرطوم، حيث تمضي مسيرة تطبيع الحياة بوتيرة متسارعة في ولاية الخرطوم، وقد عادت خطوط المواصلات لاستئناف عملها في عدد من أحياء منطقة أم درمان، بالإضافة إلى مزاولة الأسواق إلى نشاطها مع حركة تجارية متزايدة. مع كل إشراق صبح جديد تتطبع الحياة في الخرطوم، فها هي من وسائل النقل تزداد نوعا وكما، وتصل إلى فجاج لم يكن ميسورا الوصول إليها قبل أشهر من الآن. بانت المهندسين ثم البابور بانت فتحات شغالين من صابرين أمشي المهندسين بانت العباسية فتحات لحد سوق البابور، الحمد لله بس دارين المواطنين ديضا وطمئنا الحمد لله رب العالمين، الأمور تمام وربنا يرفع البلاء والغلاء ويوقف الحبس. أنا في صابرين راكب مواصلات الفتحات ماشي البابور اللي هناك في الفتحات البيت الكبير إن شاء الله، وأنا قاعد بجري الوضع طبيعي وبنمشي عادي والحمد لله، حتى الحواجز هنا سجلت لك ما في أي حاجة، الوضع طبيعي خالص. وارد الفتحات والمهندسين الصناعة الطبي بارد. ولم تكن المواصلات هي المؤشر الوحيد الذي يدعم أشواق العودة، بل توفر مطلوبات الحياة في السوق وازدياد العرض مما يقلل من زيادة الأسعار ويزيد من الطلب عليها. الوارد بتاع البلح بيجينا من الولاية الشمالية عبر شريان الشمال، والأسعار في متناول اليد تتفاوت ما بين 40 إلى 50،
للستين يعني كرتون 10 8 7 على حسب النوعية. نحيي الأستاذ والي الخرطوم الذي يقف معانا، والله المعاناة كلها يقف معانا، السنة كلها يقف معانا، ورايل نحن ما نشكره، نحن ما نشكره لأنه رايل من كم وزير تنفيذي معانا في سوق ليبيا قدام الناس يعني ما شكرا له، يقف معانا في الفتيحات، يقف معانا في ود نوبايل، يقف معانا كلها في المناطق كلها. لحد هسه ما وصلنا لأهلنا ذاته شافونا ولا شفناهم ولا أي حاجة، نتكلم معهم بالتلفونات بس، لكن بنجي صابرين هب كده بنعبر عن شعورنا، نشوف الناس ذاته كيف طيبين كويسين الحمد لله، نشرف لنا في جونا كده. طالما في جيش سوداني أنتوا تحمدوا الله لما تقوم القيامة إنه الجيش السوداني لا زال هو الجيش السوداني. بحيي أولادي في الشمالية طبعا هم شردوا من كتب الضري، بحييهم هاي وربنا يوفقهم، وبقول لها يا دكتورة إن شاء الله العودة قريبة، وإن شاء الله يا محمد العودة قريبة، وحتعزوا لبيتكم والله يسر إن شاء الله. ربنا يسر إن شاء الله. وبين الحينة والأخرى يهتف تجمع من الناس عفويا للجيش الذي جعل بعد عون الله تعالى تلك العودة للديار ممكنة، ولم ينسوا أن يواسوا القائد العام البرهان في فقد ابنه ومؤازين له. نعزي القائد الأعلى للقوات المسلحة في وفاة ابنه محمد. ربنا يتغمض الابن بواسع رحمته ويسكنه في الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. مستور آدم إسماعيل، أشرف عمر، مكتب الخرطوم، لتلفزيون السودان. أهلا بكم من جديد. استقبل الطاهر إبراهيم الخير والي الجزيرة المكلف قابلة الدعم المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتضامن مع منظمة إضافة لمساعدات الكوارث والتنمية لإيواء الوافدين بمحليتي المناجل والقرشي، وذلك بالتنسيق مع منظمة العون الإنساني. من جانبه كشف فتح الرحمن محمد طه وزير الرعاية الاجتماعية بالولاية أن القافلة تحتوي على 1000 حقيبة غذائية و2000 حقيقة نظافة صحية مستهدفة الوافدين بمراكز الإيواء بالمحليتين. ندشن 1000 حقيبة إيوائية و2000 كرتونة صحية قادمة لنا من منظمة إضافة الشريك الوطني لمركز الملك سلمان. نحن شاكرين ومقدرين لهم هذه المكرمة، وهم عودونا دائما في الملمات يكونوا معانا. يمكن قبل كده في فترة الخريف طلبوا علينا ببناء 100 منزل في وادي حجب ومدرستين. نحن مرة تستمر هذه الشراكات مع الإخوة في منظمة إضافة، والحمد لله برضو منظمة اغتنام هي برضو تابعة لمركز الملك سلمان. يمكن وعديننا ب 33,500 سلة نحن نتوقعها، لأنه نحن في أمس الحوجة ليها، لأنه عندنا عددية كبيرة من الناجين من الحرب موجودين معنا في العاصمة الإدارية المناجل. شاكرين ومقدرين لهم، وإن شاء الله مزيد من الشراكات. وفي الجزيرة أيضا تفقد الطاهر إبراهيم الخير والي الجزيرة المكلف الخطوط الأمامية للقوات المسلحة المحور الغربي، وجدد الوالي دعمه للذين يقدمون أرواحهم رخيصة في محفل الثقور. وأكد قائد الفرقة الأولى اللواء ركن عوض الكريم علي سعيد أن القوات المسلحة لن تتهاون في ردع أي متسلل أو عميل، مجددا الثقة في بسالة وأصالة كل منسوب القوات المسلحة. أشاد المدير التنفيذي لمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان فيصل مامون فرج الله بتماسك ووحدة مواطنين المحلية لجهودهم في حفظ الأمن والاستقرار، مجددا الحرص على المضي قدما في تنظيم المقاومة الشعبية المساندة للقوات المسلحة في معركة الكرامة. مواطنو
القطاع الغربي لمحلية التضامن في الجزء الشرقي لولاية جنوب كردفان هبوا لنصرة الوطن منخرطين في جحافل المقاومة الشعبية. سلطات المحلية ولجنة الأمن شهدوا انطلاقة النفرة. ونحن حننتصر حننتصر يا جماعة، والله لو اجتمع الإنس والجن لنهزم البلد دي ما بتنهزم بإذن الله تعالى، طالما فيها رجال زيدان قاعدين معانا هنا. الله أكبر. طالما فيها رجال نحن ما عم ننهزم، ونحن سند. انتوا بالنسبه لنا سند، نحن هسه يا ابو رعيده بكره دي بنقول ارفع لنا من الاولاد دي 100 200 بيرفعوا لنا. مذكرين مذكرين الحرب دي بتوريك يا جماعه، بتوريك الرجال، الحرب دي بتوريك الرجال. ونحن الان ناس ريبه دي وناس القطاع الغربي كلهم، مش ريبه نقول القطاع الغربي ده كله، دي الرجال اللي معانا اللي عملتوا. انتوا اول قطاع، اول قطاع يعمل الشغل ده. حب الوطن هو الدافع وصدق الوعد مع الجيش هو زاد المقاومة الشعبية، طالما تردد الشعار جيش واحد شعب واحد من حناجر مواطني ريبة بمحلية التضامن. وفكرتنا التي انتصرت على الذين حاولوا تعطيل مسيرة جيش واحد وشعب واحد، وهي مبادرة من القطاع الغربي. ومن هذا المكان بنقول الهدف من هذا الحراك نمر واحد هو رفض النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي ودعم ومساندة قواتنا المسلحة. فعاليات مختلفة لألوان الطيف الاجتماعي الواسع بمحلية تضامن استجابوا للنداء وجددوا العزم على مواصلة مشوار النصر الأكيد للجيش في معركة الكرامة. ريف النداء كله شعب واحد جيش واحد. الله أكبر الله أكبر. المقاومة الشعبية كنا حارسينها من قبل 4 شهور يا جماعه، والان قامت المقاومه الشعبيه بحقائق ده. ابون ابون قامت ابون بس الغربي ناس الحشر يضيق، وناس القطاع الغربي ده العداوه من شافيك، ناس القطاع الغربي نصيبهم ما بيسمع الجهيد يا ما والموت يقتلوه فيك. انتظام المواطنين في صفوف المقاومة الشعبية بولاية جنوب كردفان إسناد قوي للقوات المسلحة التي تمضي قدما في دحر الخونة والمتمردين. آدم سالم، تلفزيون السودان، ولاية جنوب كردفان، محلية التضامن. دشنت وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بإقليم النيل الأزرق المساعدات الإيوائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع منظمة إضافة لمساعدات الكوارث والتنمية بإقليم النيل الأزرق للوافدين إلى الإقليم. ما قدم من مساعدات إيوائية من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة إضافة لمساعدات الكوارث والتنمية بإقليم النيل الأزرق للوافدين بمركز الإيواء بمدينة الدمازين وجدت ارتياحا وسط الوافدين. منظمتين وإن شاء الله دائما سند لنا وسند لكل نازح وسند لكل زول جاي من يعني جابت النزوح وظروف الحرب والدانات والوضع الحسي حالي عايشين فيه ده، يعني مدهورين شديد واسعنا وعلى وشك الوضوع، يعني محتاجين مساعدات. هذه المساعدات ستساهم كثيرا في تذليل المشاكل بالنسبة للنازحين، ونحن بدورنا في مفوضية العون الإنساني بنسمن مثل هذه المجهودات وبنتطلع للمزيد من المساعدات الإنسانية خاصة مراكز مواد الإيواء، ونحن مقبلون على فصل الخريف. فيما أشار معنيون بالعمل الإنساني بمنظمة إضافة لمساعدات الكوارث والتنمية بإقليم النيل الأزرق إلى التدخلات الإنسانية بمراكز الإيواء واضعين في الاحتبار حزمة من البرامج الأخرى التي تتعلق بحياة الناس. مستهدفين 30 مدرسة بنتدخل فيها. بشكر مركز الملك سلمان لدعمه السخي المتواصل اللي تقريبا غطى كل ولايات السودان المتأثرة، ونحن بنقول لهم جزاكم الله خير ومحتاجين فعلا لوقفتهم معنا ولإعانتهم إن شاء الله. نحن في منظمة إضافة برضو يعني متدخلين في كل القطاعات الإنسانية اللي هو القطاع الصحي والقطاع بتاع الإيواء والقطاع الزراعي والقطاع بتاع الحماية للأطفال. وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية امتدحت إسهامات المنظمة مناشدة المنظمات الأخرى بتدخلات العاجلة في ظل حجم التدفقات. الحاجات دي طبعا عندها أهمية أيضا، وهي بتسد
فراغ واحتياج. أبعث برسالة لكل منظمة المجتمع المدني المحلية والدولية والإقليمية، لأن كنداء من النيل الأزرق نحن عندنا عدد كبير من النازحين، وبنستقبل كل التدخلات الممكن هي تصب في مصلحة النازحين من الولايات المختلفة، سواء كانوا من خرطوم أو من الجزيرة أو من الولايات الثانية. المساعدات الإيوائية المقدمة للمتأثرين بالأحداث الأخيرة توقع مراقبون أنها ستسهم في تخفيف حجم المعاناة. عصام طه، تلفزيون السودان، من داخل معسكر الإيواء بمدينة الدمازين. انعقد بقاعة مجلس وزراء حكومة ولاية شمال كردفان الاجتماع الدوري للمجلس برئاسة والي شمال كردفان المكلف عبد الخالق عبد اللطيف عبد الله، وناقش الاجتماع تقرير وزارتي المالية والبنى التحتية للربع الأول من العام الحالي. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة عبد المطلب عبد المدعال إن المجلس استمع إلى تنوير حول الوضع الأمني والعملياتي قدمه والي الولاية، مشيرا إلى حجم الانفراج الأمني بالولاية. كما استمع المجلس إلى تقرير من الوزير المكلف بوزارة المالية حول أداء الوزارة في جانب الإيرادات والمصروفات وتعويضات العاملين. تفقد مدير ديوان الزكاة بولاية غربي كردفان برفقة لجنة أمن محلية النهود متضرري الحرائق التي نشبت في حي الثورة جنوب وحي بدر، حيث تضررت أكثر من 100 أسرة من جراء الحريق، وقد قدم ديوان الزكاة دعما ماديا وعينيا للمتضررين. أما أمين ديوان الزكاة بولاية غرب كردفان الدكتور محمد الأمين آدم برفقة لجنة أمن المحلية برئاسة الأستاذ موسى علي إبراهيم وأعضاء لجنة الأمن قاموا بزيارة لمتضرري الحريق الذي نشب بحي الثورة بمدينة النهود. وقال الدكتور محمد الأمين أمين ديوان الزكاة بولاية غرب كردفان إن الديوان وقف على حجم الضرر ومن ثم قدم المساعدات اللازمة للمتضررين. نحن في الموقع الأول للحرائق اللي قامت في مدينة النهود في هذا الأسبوع والأسبوع المنصرم، هي عبارة عن 3 مواقع. الآن ده الموقع الأول فيه 51 أسرة تضررت تضرر كامل، وتدخل ديوان الزكاة في هذه الكوارث يكون في شكل مبالغ نقدية وحاجات عينية يعني. ونسأل الله ربنا يعين أخواننا دين ونقول لهم ربنا يعودكم إن شاء الله وربنا يخليكم بأبرك ما بقت يعني. الأستاذ عبد الكريم عبد الله محمد حامد مدير ديوان الزكاة بمحلية نهود قال إن الديوان تدخل عاجلا لجبر الضرر وتقديم العون للأسر التي تضررت من جراء الحريق. في خلال هذا الأسبوع يمكن حصلت 3 حرائق، 3 كوارث اللي هي حي الثورة وحي المتلوجي ومنطقة غنوم. الأسر تضررت جميعها 110 أسرة. الديوان حقيقة تدخل كتدخل عاجل كده لمعالجة هذه الأسرة بتكلفة مالية قدرها 8,400,000. الأستاذ موسى علي إبراهيم المدير التنفيذي لمحلية نهود أوضح بأن هذه الكارثة نبهت السلطات إلى أهمية تخطيط السكن العشوائي في أطراف المدينة تفاديا للحرائق وتسهيلا لتقديم الخدمات. نبهتنا هذه الكارثة للموضوع التخطيط، لا بد من فتح الشوارع ولا بد من المواطنين يكونوا في مناطق لائقة يعني بهم. نحن مع اللجنة في هذه المناطق إن شاء الله نراجع المسألة الخطة الإسكانية، وإن شاء الله كل مواطن يجد حقه ويجد حظه في أنه يسكن سكن لائق وشوارع فاتحة والخدمات. هذا وقد أجرى تلفزيون السودان بعض الاستطلاعات مع المتضررين وخرج بالحصيلة التالية. السكان هنا بيعانوا أشد المعاناة، أنهم لسه قاعدين في العراء وفي الحر، ومطبخنا ما زال واحد حتى اليوم الليل اليوم السادس، لكن بإذن الله قادرين نتخطوا المصيبة دي بوقوف الجميع معنا، وبنناشد كل أهل المنطقة أهل مدينة النهود نتمنى أنه يقيفوا معنا، ونتمنى من الوحدات الأمنية أو الجهات المسؤولة أن تقوم بتخطيط في هذا الموقع. ثانيا نشكر جميع الوحدات الأمنية بمدينة النهود الضابط التنفيذي ومدير ديوان الزكاة وجميع الوحدات ومدير الشرطة وعلى العمل الخيري والقاموا به. كباشي موسى، الحاج أبو عغلة، لتلفزيون السودان، النهود.
خلال مشاركته في منتدى الكرام الذي نظمته الإدارة العامة للثقافة والإعلام والاتصالات بشندي، أكد المدير التنفيذي لمحلية شندي خالد عبد الغفار الشيخ أهمية دور الإعلام في الحرب وضحض الشائعات التي مارستها الآلة الإعلامية للميليشيا المتمردة وأكاذيبها لتفكيك تماسك الشعب السوداني، وطالب خالد باستمرار برامج تعبئة واستنفار المواطنين لدعم وإسناد القوات المسلحة. من جانبه أوضح مدير جهاز المخابرات الوطني بالمحلية العقيد أحمد فرح إن للإعلام دورا مهما فيما يلي قضايا المجتمع، خاصة في ظل معركة الكرامة ضد ميليشيا الدجل الإرهابية. اليوم بنحضر المنتدى رقم 13 منتدى الكرامة. هذا المنتدى الذي يعني خصص لقضايا معركة الكرامة التي تخوضها القوات المسلحة والشعب السوداني الآن ضد التمرد، والحمد لله رب العالمين نستطيع أن نقول أن كل هذه المواضيع التي تمت مناقشتها هي كانت في ذات الغرض وتخدم تلك الأهداف. منتدى الكرامة يمكن دي تكون النسخة 13، وكان عنده دور كبير في دعم المجهود الحربي كله لحرب الكرامة. نحن عارفين انه جزء كبير من الحرب ده جانب اعلامي، وترفع الوعي بتاع الناس. لقد كان هذا المنتدى يعمل بشراكة تامة ضمن الإعلام المحلي والرسمي والإعلام العسكري بالفرقة الثالثة مشاة، وكانت له عدة برامج وعدة منتديات تم استضافة فيها شخصيات عديدة، منها شخصيات عسكرية وخبراء عسكريين، وكذلك شخصيات لها علاقة بالسند الشعبي والدعم الشعبي والمقاومة الشعبية المسلحة، وكذلك إعلاميين. خرجت منهم عدة رسائل وعدة معاني وعدة طرق لدحض الشائعات. خطب والي كسل المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق انطلاقة حملة تطعيم الماشية التي تستهدف القطيع القومي في عدد من محليات الولاية، وأشاد الوالي بجهود المنظمة فيما يلي توفير اللقاحات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. اهتماما ورعاية للثروة الحيوانية بوصفها واحدة من مرتكزات الاقتصاد الوطني، انطلقت بولاية كسلة حملة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لتطعيم وعلاج الماشية بعدد من محليات الولاية برعاية والي كسل المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق. ده شغل كبير جدا جدا، المستهدف من الشغل ده ورابط حسب ما علمت 250 ألف راس، وكل الأمصال وكل المعينات بتاع التسيير العمل ده هي تقدمت به منظمة الفاو، ومن الواضح انه المستهدف الشرائح الضعيفة. ممثل منظمة الفاو بالولاية دكتور عائشة آدم سيدي أكدت أن هذه الحملة بدأت في العديد من الولايات ودعت لنشر الوعي والتدريب للمحافظة على القطيع القومي بتحصينه ضد الأوبئة والأمراض السارية. هذا العمل بدأ في كل ولايات السودان تقريبا منذ حوالي أسبوع لأسبوعين، والآن الحمد لله أقدر أقول أنه في مساهمة كبيرة في تحصين القطاع قطاع الثروة الحيوانية، ويمكن هي الشيء الأساسي أو سبيل كسب العيش الأساسي لمعظم فقراء السودان. لذلك هذا عمل جميل نتمنى أنه يتواصل ويدعم من الحكومة على أساس أنه يكمل الناقص. أنا شايفة أنه التدريب والتوعية وكل العمل اللي قاموا به حاليا الإخوة في الثروة الحيوانية والسكرتارية عمل جميل جدا جدا. دكتور خضر رمضان مدير عام وزارة الإنتاج بولاية كسلة قال إن حملة التطعيم تشمل المحليات التي وردت منها بلاغات لتطعيم المجترات الصغيرة والكبيرة. هذا هو تدشين لحملة تطعيم ستشمل المجترات الصغيرة في جدر الضان والطاعون، طاعون المجترات الصغيرة لعدد 250 ألف راس من الضان في المحليات المختلفة في عدد 6 محليات وردت منها بلاغات، عشان كده أدوها من 11 محلية الأولوية
على أساس أنه التطعيم يتم في هذه المحليات. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لعبت دورا كبيرا وبارزا بتوفير اللقاحات لإنجاح حملة التطعيم رغم ظروف الحرب والتدمير الذي أصاب المعمل المركزي بالخرطوم. الثروة الحيوانية السيد الوالي كما تعلم هي ركيزة من ركائز الاقتصاد في السودان. في ظروف هذه الحرب ولاية كسلة من الولايات التي ظلت تعمل الإدارة العامة للثروة الحيوانية في حملات في توفير اللقاحات وفي تسيير الحملات. تطعيم وعلاج الماشية يعد تأمينا لواحد من أهم ركائز ودعائم الاقتصاد الوطني في السودان، ويضمن بذلك استمرار التصدير للأسواق العالمية بضمان خلوه من الأمراض التي تفتك بالثروة الحيوانية. عمر خاطر، تلفزيون السودان، ولاية كسلا. نواصل عرض أحداث اليوم وفيه تتابعون أيضا. ورشة تطوير الصناعة السودانية تختتم أعمالها وتخرج بالعديد من التوصيات. وقوات الجمارك تبيد كميات كبيرة من المخدرات بولاية البحر الأحمر. أهلا بكم. اختتمت ورشة تطوير الصناعة السودانية أعمالها وخرجت بالعديد من التوصيات تمهيدا لعرضها في مؤتمر إعادة إعمار وتطوير الصناعة المزمع انعقاده في 16 من الشهر الجاري. هذا وشهدت الورشة مشاركة واسعة من المختصين والخبراء ومنسوب القطاع الخاص لوضع أسس علمية وعملية للنهوض بالاقتصاد ومراجعة تشريعات وقوانين الاستثمار لجذب المستثمرين والدخول في شراكات ذكية مع القطاع الخاص. ورشة حقيقة كانت فعالة بالمشاركات، والناس طلعت بتوصيات مثمرة إن شاء الله، وبإذن تعالى التوصيات يتم صياغتها بطريقة فعالة أيضا، وتتقدم إن شاء الله في المؤتمر. نحن والله حقيقة متفائلين جدا بالورشة وبالمؤتمر إنها تحيل وتعالج المشاكل بتاعت الصناعة، حتى المشاكل قبل الحرب والمشاكل تحت الوضع الراهن. قدم اتحاد الغرف الصناعية ورقة أيضا من جانبه حدد فيها يعني المتطلبات المطلوبة لإعادة تدوير وتشغيل القطاع الصناعي كأكبر قطاع متضرر من الحالة حالة الحرب السنة الماضية يعني. ونتمنى إن شاء الله يعني في انعقاد المؤتمر المحدد له إن شاء الله يوم 16 مايو أيضا هنا في بورصدان في ولاية البحر الأحمر مستضاف يعني، إن شاء الله في ذلك المؤتمر يعني تخرج قرارات ملزمة يعني من شأنها فعلا أنه وبمتابعتها يمكن فعلا الناس يتجاوزوا الظروف الراهنة. اليوم ورقتي عن الشراكة بين القطاع العام والخاص في إعادة إعمار وبناء البنى التحتية التي يحتاجها القطاع الصناعي، إضافة إلى ورقة عن التمويل. أيضا طرحت ورقة من قبل الاتحاد غرف الصناعيين ناقشت مشاكل وتحديات الواقع الحالي من الدمار الذي حدث للقطاع الصناعي والمصانع والمنشآت الصناعية، الدمار الكلي والجزئي، وأيضا يعني مقترحاتهم وحلولهم المقترحة كتوصيات للمؤتمر العام القادم. شهد مدير عام قوات الجمارك الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور إبادة كميات كبيرة من المخدرات والتي تم ضبطها مؤخرا بولاية البحر الأحمر، وبلغت الكمية المبادة أكثر من نصف طن من المخدرات المتنوعة. وأوضح الفريق حسب الكريم إن المجهودات الكبيرة التي تقوم بها قوات الجمارك خاصة مكافحة التهريب لا تنفصل عن المجهودات الأخرى التي تقوم بها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في معركة الكرامة.
أشهد إبادة أكبر ضبطية مخدرات تكاد تكون في هذا القرن على ما أعتقد في زاد عندنا في السودان، حيث بلغت هذه الكمية حوالي 685 كيلو مشكلة من مخدر الآيس، حشيش الأفغاني، الكابتاغون، وأنواع أخرى من المخدرات التي تم ضبطها في فترة سابقة بواسطة أبطال مكافحة تهريب البحر الأحمر. هذه الإدارة التي لن تألو جهدا في العمل الدؤوب في النضال في القتال في ظل هذه الظروف، ونحن في جمارك وفي في إدارة مكافحة التهريب جزء من قوات الشعب المسلحة وجزء من قوات الشعب بصفة عامة في هذه المعركة، معركة الكرامة، وكل في مجاله بفضل الله وتوفيقه نعمل ليلا ونهارا لمكافحة هذه الآفة التي عليك أن تتخيل ما مدى حجم التدمير الذي يمكن أن تحدثه هذه الكمية إذا لم يتم ضبطها. نحن أول حاجة يعني نحيي مكافحة التهريب، نحيي قوات الجمارك أينما وجدوا في كل الصغور، فهم يقظة وهم عين ساهرة وهم يعملون ليلا ونهارا يجوبون الفيافي في ظل هذه الظروف لتأمين البلد من الخطر، من خطر الذين هم في حد ذاتهم ضعاف النفوس يستغلون هذا الظرف لتحقيق مكاسب شخصية. عقد المكتب التنفيذي لشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بيبور سودان اجتماعه الثاني للعام 2024 بكامل أعضائه، وناقش الاجتماع تقرير الأداء للربع الأول من العام 2024 وخطة الربع الثاني للعام الحالي. وأشاد مدير عام الشركة محمد طاهر عمر بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بالشركة وقطاع التعدين في الربع الأول من هذا العام، والتي حققت طفرة في إنتاج وتصدير الذهب. وفي هذا الصدد أشاد المدير العام بمكتب الشركة بنهر النيل بالمجهود الكبير الذي قام به العاملون في مجالات الرقابة والإشراف والدعم الفني خلال الفترة السابقة. يوم اجتماع المكتب التنفيذي للشركة السودانية موارد المعدنية لمناقشة تقرير الأداء للربع الأول في العام 2024، شهدت الفترة استقرار إيجابي في كافة الجوانب الفنية والإدارية والمالية للشركة. أيضا الهدف من هذا الاجتماع هو الوقوف على كافة المؤشرات المتعلقة بمجال عمل الشركة، وبحمد لله هذه الفترة كانت اتسمت بنمو إنتاجي واضح في إنتاج الذهب. بلغت المعدلات الإجمالية للذهب 15 طن، والتي مثلت 113% من الربط المخصص للربع الأول. أيضا هنالك طفرة إنتاجية حدثت في المعادن الأخرى كالكروم ومعدن الملح، وكل هذه الطفرة الإنتاجية التي شهدتها الفترة كانت لمجهودات لتذليل كل العقبات التي واجهت الشركات في خلال الفترة السابقة. نفذ ديوان الزكاة بمحلية الدامر بولاية نهر النيل مشروع التآخي بتكلفة مالية تفوق 30 مليار جنيه، وأكد والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد خلال تدشينه المشروع أن ديوان الزكاة بالدامر من المؤسسات الرائدة في تنفيذ مشروعات لصالح شرائح المجتمع الضعيفة. بتكلفة مالية تفوق 30 مليار جنيه وبتغطية لأكثر من 3000 أسرة من المستفيدين وبتنفيذ مباشر من ديوان الزكاة بمحلية الدامر، دشن والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد وبمشاركة الدكتور تهاني مرقن عبد الحفيظ وزير الشؤون الاجتماعية دشن مشروع نفرة التآخي التي ارتكزت حول دعم الوافدين والداخليات وشهادة مرحلة الأساس ودعم مرضى الكلى بجانب توزيع وتسليم بطاقات التأمين الصحي. نحن إن شاء الله كل ما تجود به هذه الولاية ويمشي الزكاة عن طيب خاطر ويمشي الزكاة بطريقة منظمة إن شاء الله يصل المواطن المحتاج. أنا دائما بقول بأنه يا أخواننا في الزكاة
يعني انتوا عندكم الشغل كله وعندكم الحركة التي المجتمع كلها، ويسألكم ربنا سبحانه وتعالى. أنا والله شاكر ومقدر لهذا الجهد العظيم. واليوم نحن سعداء جدا أن ندشن برنامج آخر، برنامج يدل على التراحم والترابط ما بين ولاية نهر النيل وكل القادمين إلينا من ولايات السودان المختلفة، هم ضيوف كرام عندنا. نحن من هذا المنطلق بنأمن على دور ديوان الذكاء في ولاية نهر النيل وديوان الذكاء في محلية الدامر، وعلى العمل الكبير جدا اللي بيقوموا به في دعم كل الأسر الفقيرة والأسر المتعففة. المشروعات المنفذة جاءت متنوعة ومواكبة لمتطلبات الشرائح المستهدفة في ظل الأوضاع الحالية، مما انعكس إيجابا وتخفيف حدة وطأة الفقر وتعزيز سبل كسب العيش لدى الوافدين بسبب الحرب. حقيقة هذا العمل عمل كبير، عمل متميز جدا، ونحن بنقول دائما أبدا محلية الدامر تقدم النموذج، ونحن شاكرين جدا الأخ الوالي والأخ الوزير لجنة أمن كلها، وبنقول دائما أبدا بدون أمن ليس هناك عمل يقدم، لا مصارف ولا جباية ولا عمل إداري. فنحن الليلة بنقول الزكاة نمشي على قدمين، والزكاة لم تغيب أبدا بين المهاجرين والأنصار. يذكر أن ديوان الزكاة بنهر النيل قد عمد على تسخير كافة إمكانياته للمساهمة بالقدر الوافي والكبير في تنفيذ مشاريع وبرامج مميزة وداعمة بشكل كبير للوافدين وشرائح المجتمع الضعيفة، وإسناده للقوات المسلحة السودانية في معركة الكرامة. خالد الأحمد، تلفزيون السودان، ولاية نهر النيل. نهاية عرض أحداث اليوم، وهذا هو تذكير بأهم الموضوعات التي توقفنا عندها. عجار يشيد بجهود منظمة الطوارئ الإيطالية ودعمها للقطاع الصحي بالبلاد. كباشي يعود أذل البلاد بعد زيارة رسمية لدولة جنوب السودان. وزير العدل يتفقد متحرك أسود العرين بجبل سركام. نهاية هذه الخدمة الإخبارية ضمن أحداث اليوم من تلفزيون السودان، تحياتي وفريق العمل، وفي أمان الله.